اختتم في مدينة المكلا المخيم الصيفي الأول لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة الذي ينظمه مكتب التربية والتعليم برعاية السلطة المحلية بالمحافظة. ويشمل المخيم الصيفي الأول لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة على عدد من البرامج النوعية في اللغة الإنجليزية والحاسوب والروبوت والذكاء الاصطناعي والمهارات الحياتية والأنشطة الترفيهية لعدد 90 طالبا من طلاب الثانوية العامة تم اختيارهم وفق التحصيل العلمي. نحن اليوم في حفل اختتام البرنامج المخيم الصيفي الأول لمهارات المستقبل. تلقى خلالها الطلاب مهارات ومعارف في 4 مجالات، في اللغة الإنجليزية، في الروبوت، في البرمجة، في المهارات الحياتية. استفاد من هذا المخيم 90 طالب من 6 ثانويات على مستوى مديرية محافظة حضرموت. نتمنى للطلاب أن يستفيدوا من المهارات التي تلقوها خلال هذا المخيم ما بعد المخيم، يستفيدون منه في تطبيق هذه المهارات في حياتهم العملية. يأتي المخيم ضمن الخطة الاستراتيجية لمكتب وزارة التربية والتعليم ومواكبة للتطور المتسارع في التكنولوجيا وحاجة القطاع التربوي لمثل هذا التطور في المجالة التكنولوجية. وقد حقق المخيم أهدافه في تعزيز المعرفة التكنولوجية بين الطلاب وتوسيع آفاق الطلاب وتعريفهم بقيم علمية لم تكن معروفة لدى الكثير منهم. وقد حظي المخيم بإشادة وإعجاب كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا.